المشاكل اللي بتأثر على الزراعة روتلي في الروت بشكل أساسي هي التوعية، التوعية الزراعية. بمعنى إن أنا مثلا فلنفترض التوعية الزراعية للفلاحين أو المزارعين، فلنفترض مثلا إن إحنا عندنا فلاح، الفلاح ده ما عندوش توعية كافية اللي هو يعرف من خلال الويذر فوركاست اللي هو يتنبأ مثلا اللي خلال الأيام الجاية ممكن يبقى فيه موجة حر قوية جدا ممكن تأثر على المحصول بتاعه، زيادة على كده ممكن تبقى فيه موجة ريح، الريح ده ممكن يأثر حتى يعني. فنفترض هو مثلا بيزرع قمح، والقمح ده كمان 10 أيام مثلا فوركاست أوف ويذر إنديكيتد اللي هيبقى فيه ريح قوي جدا، فالريح ده هيأثر على المحاصيل بتاعته لو هو حط عليها مية. في كيس كتير جدا مثلا الأويرنس عن الديزيز الموجودة، الحاجات اللي بتصيب البلانتس، عن التكنيكس حتى اللي المزارع نفسه لازم يتابعها. واحدة من التكنيكس مثلا الري، مشاكل كتير جدا بتنتج عن الري عشان بعض الفلاحين عندهم الاعتقاد ان كل ما عمل يعني كل ما حط ميه اكتر كل ما ممكن يزود المحصول اكتر، which is actually it's not true. طيب الحكومة عامة حاول تحل المشكلة دي بشكل مانوال، هو كان it's kind of effective بس لو فكرنا فيها بالمدى البعيد it's not. بمعنى الحكومة بتكلم مزارع مثلا في جمعيات للمزارع في اماكن معينه او قرى معينه، بيكلم المزارع اللي عندها فدادين كبيره بحيث الاوت بتاع المزارع ده يضمنه، يعني مثلا بيكلموهم مانيولي بيقولوا لهم اللي احنا عندنا خلال الفتره الجايه دي ممكن يحصل تغير مناخي ممكن ياثر على المحصول بتاعك او المحصول بتاع الفدادين بتاعك. فايه اللي بيحصل؟ المزارع نفسه ده بيتبع الحاجات دي، ولكن هم مش بيوصلوا للفئه الاكبر اللي هي المزارعين القليلين. فمن خلال الانسايتس دي احنا قدرنا ان احنا نحاول نطلع بروتوتايب خلال 3 ايام دي بحيث اللي هو بيخلق كوميونيكيشن ما بين المزارعين الصغيرين والكبار وما بين حتى المؤسسات الزراعيه الموجوده في القرى والحكومه بشكل عام، بحيث السيستم ده هيبقى اتس كايند اوف نوتيفيكيشن اند وارنينج سيستم، بحيث ان مثلا فنفترض ان انا مزارع انا هدخل الداتا بتاعتي مكاني فين اللوكيشن فين انا حتى بزرع ايه وانا تابع حتى جمعيه ايه في المكان اللي فيه، وهتجي لي نوتيفيكيشنز بيست على انا مزارع. النوتيفيكيشنز دي هتبقى على كذا طريقه، مش هتبقى بس مجرد بس داتا بتتعرض، لا هيبقى فويس وهيبقى ايمجز، والايمجز دي كلها والفويس دي كلها بتعملها اوتوميت من عندنا. There is a video we can show it for the applications we actually created through the 3 days.